هذه الأرض التي يعيش عليها مليارات الكائنات، والتي تمشي برجليك على سطحها كل يوم، تمتد أسفل منك آلاف الكيلومترات، وتحمل في باطنها أسراراً لم ينجح العلماء في كشف معظمها حتى الآن. في رحلة عميقة لاستكشاف باطن الأرض، لو قطعنا قرابة 4000 كيلومتر في اتجاه مركزها، وهي مسافة تساوي تقريباً السفر باتجاه عمودي من مصر لإنجلترا، سنصل بعدها إلى نواة الأرض الصلبة، وهي كرة مركزية تتكون من الحديد والنيكل الصلب، تصل درجة حرارتها إلى قرابة 7000 درجة مئوية، ويصل فيها الضغط الجوي إلى 3.6 مليون بار، وتدور في سرعة بالغة تزيد عن سرعة دوران الأرض حول نفسها. ولكن لاحظ العلماء أن تلك السرعة بدأت في التباطؤ منذ عام 2009، ومنذ أيام نشرت مجلة نيتشر جيوساينس بحثاً علمياً ترجمته قاف التفاعلية حصراً، يثبت أن نواة الأرض قد توقفت تماماً عن الدوران في اتجاهها القديم، بل وبدأت في الدوران في اتجاه معاكس. أثار هذا كثيراً من التساؤلات والقلق، هل يعني هذا أن الأرض ستعكس اتجاه دورانها؟ هل ستشرق الشمس من المغرب؟ جاءت إجابة العلماء مطمئنة، إنها ليست المرة الأولى لحدوث تلك الظاهرة. فطبقاً لأبحاث كثيرة تناولت هذا الأمر، نواة الأرض تغير اتجاه دورانها مرة كل 70 عاماً تقريباً، ولكننا لا نعرف لتلك الظاهرة تفسيراً منطقياً حتى الآن. فسبحان الله القائل في محكم آياته: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها، فتبارك الله أحسن الخالقين. تابعونا.